عيد. يا إلهي، كم أحب هذا اليوم. الحمد لله الذي جعل لنا في كل عام عيدين، وغدا أول أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنت بخير يا خضور. وأنت بخير يا صفورة. كيف ستستقبل يوم العيد يا خضور؟ عندما أستيقظ سأغتسل وألبس ملابس جديدة، وسأذهب لأداء صلاة العيد مع أبي، وبعد ذلك نذهب لزيارة الأهل والأصدقاء وأحصل على نقود كثيرة، ومن ثم أذهب للعب مع أصدقائي وآكل الكثير من الحلوى. أحسنت يا خضور، ولكن أتعرف بأنه يوجد نصائح مهمة يجب علينا معرفتها ومراعاتها في العيد؟ حقا يا صفورة، ما هي؟ يجب علينا عدم أكل الكثير من الحلوى، لأنها قد تسبب أوجاعا في البطن وتسبب تسوس الأسنان. يجب أيضا أن نتذكر بأنه يوجد كثير من الأطفال لا يستطيعون شراء ملابس جديدة في العيد، لذلك يجب علينا أن نتذكرهم ونساعدهم لكي يفرحوا بالعيد مثلنا. كيف نفعل ذلك يا صفورة؟ يوجد طرق كثيرة، مثل أن نشتري لهم ملابس جديدة مثل ما نشتري لأنفسنا، أو أن نخرج جزءا من عيدياتنا لمساعدتهم. كذلك نستطيع زيارتهم وجلب هدايا وتقديمها لهم. كذلك يجب أن نجمع المال وننفقه في مكانه الصحيح، وأن لا ننفقه على شراء الألعاب فقط. أتعرف لماذا يا خضور؟ نعم، حتى نتعلم كيف نعتمد على أنفسنا. أحسنت يا خضور. أيضا يجب أن لا نشتري الأطعمة المكشوفة أو المعرضة للأتربة، لأنها قد تؤثر على صحتنا. وماذا بعد يا صفورة؟ يجب أن نلعب ونمرح مع أصدقائنا من غير أن نلحق الأذى بهم أو بالممتلكات العامة، وأن نبتعد عن جميع الألعاب الخطرة. وأخيراً يجب علينا الرفق والرأفة بخروف العيد وعدم إلحاق الأذى به. شكراً يا صفورة، هكذا يصبح العيد أجمل وخالياً من السلوكيات الخاطئة. جعل الله جميع أيامكم أعياد، وكل عام وأنتم بخير.